السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حفيد الراجي وين يطلب بتحرك للرد الاعتبار للملاكمة إيمان خليفة، يعني هذه الملاكمة اللي صاروا لها مشاكل، يعني ما هيش مؤامرة داروا لها مؤامرة ولا داروا لها، يعني كي يتكلموا الناس يقولك داروا لنا مؤامرة. أنا شفت لنا في المنشور تاع حافظ الراجي ما كاش مؤامرة، بصح الناس اللي كانوا يقولك مؤامرة أنا نبقى الناس اللي كانوا معاها وين كانوا، الطبيب تاعها، المدرب تاعها، المسؤول، مسؤول البعثة، مسؤول، وين كانوا هادو كي داروا لها مؤامرة؟ هادو وين كانوا؟ نبغي نفهم، انا برك نبغي نفهم، قولوا لي وين كانوا. تجو تقيسوا يعني الرماد على العينين ولا على الوزنين ولا كي تبانكم نتوما بني غادي نامنوكم ولا كيفاه؟ تجي تقول لي مؤامره، هذه داروا هي راهي عارفه، قالت لك داروا لي خيانه من الداخل، خيانه من الداخل، هي عارفه اش كاين، بصح خيانه من الداخل. هذه ايمان، هذه نطلب منها تقول اسمها واد، خاطر هذه تاع صايلا كيما يقول لك كذبنا خاين مغطي له وجهه، يا غير نورمال يكتب لها كش كش هذا كيما نهار ذاك المشرف تاعكم في رمضان باش يبيع باش يخليها كيما هكا الشعبويه، كاي سبعه قال له كاي سبعه، مزيه اللي اكتسبت سبعه، كاي سبعه خوانا، مزيه اللي اكتسبت سبعه، مزيه. وين طلب الإعلامي في قنوات بي سبور القطرية حفيد الراجي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية بالتحرك على الرد الاعتبار للملاكمة إيمان خليفي. وقال الراجي في منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك: الملاكمة الجزائرية إيمان خليفي تبقى بطلة في نظرنا رغم إقصائها من طرف الاتحاد الدولي للملاكمة ومنعها من خوض نهائي بطولة العالم المقامة حاليا يعني في بلاد المدينة هذه. وأضاف الراجي: إقصاء إيمان خليفي جاء لأسباب صحية لم يتم اكتشافها على مدى سبع سنوات من الممارسة، وشاركت فيها في أولمبياد موسكو وأربع بطولات عالمية، نالت في نسختها الأخيرة في إسطنبول الميدالية الفضية. بصح هنا بغيت هذه تاع إسطنبول نقول للشعب الجزائري، هذه اللي هنا يسموها بن عبد القادر، نكوتها بن عبد القادر، ما غاديش نقول البنت شكون، تلعب لي بول، عندها 19 عام، دومي فينال طاحت مع إسرائيلية وانسحبت ما بغاش تلعب، هذه جارتنا هنا بالتادلس، وجيت لهنا ودرنا لها كورتاج مسكينة، درنا على حسابنا. لقيناها ودنا كورتاج وفرحنا بها، يعني وريتها الباهية بصح ما داتش يعني رخرة بزاف، درناها في الفيسبوك ما كاش لي ما كاش أمر لا يهمهم، خاطر علاه من عين تادلس، عين تادلس فيها يعني عداء تاع أرطا ماراطون لي مسكين دق دقوه، سمح هذاك واه هذاك بالوثائق نهار لي درنا لكم الرسالة ونهار لي درتها لكم. عين تادلس بالوثائق رسالة من عند وزير الشباب والرياضة القطرية، تجنيس 40 مليار، بسم الله 40 مليار، بسم الله 40 مليار، وقالها لكم راح للشروق، راح مسكين بيكاتا ضرباتها بيكاتا لونطونسيون مسكين، شوية راه يروفروني عبد الله حراسي، شوية راه يروفروني، شوية راه يروفروني مسكين، يوميا نتلاقى به، والله يوميا نتلاقى به، عيب عليكم. بطل العالم، بطل العالم أرطا ماراطون، أرطا ماراطون على بالك فوق الماراطون، يجري مع شحال من كيلومتر فوق الماراطون. نهار اللي راح لوزارة الشباب والرياضة كان راحو الرئيس، كان كنا بلا رئيس، كنا نمشيو فيها كيما هكا، كاين اللي يتصالح، هو قالها فمو هذا عبد الله حراسي، زادو فما كملوا عليه. هذاك في وزير الشباب والرياضه قال له روح شكي لقيت صالح يديرك، روح شكي لقيت صالح. كان برناوي ما لقاش كاع برناوي، دار له 6 في 7 ودم راه راح،
لا ما لقاش كاع تاك تاك تاك. تلاقى بواحد يخدم فماك في الوزاره قال له راه كي لقيت صالح قاصل الملف تاعو اهدر هاكم فمه. هذا فات عندي في القناه تاعي درت له من الناس قال لي درت له بالوثائق بالوثائق بالبريا عنده سمو عبد الله حراتي راه مريض راه يخدم في الارض راه يضرب المسحه اقسم لكم بالله العلي العظيم راه يخدم في المسحه راه يضرب المسحه والله لا يضرب بالمسحه والله عندهم ارض تاع باباه والله لا ما امنت والله ما امنت يضرب في المسحه. عبد الله قلت له قال لي واش نخدم قال لي ما كاش قال لي عندي وليدات عندي مراه قال لي انا غادي نقعد هاك شو سبور قال لي شا سبورة شا سبور قال لي شا سبورة شا سبورة قال لي راني قال لي كونسيبت الريبه قال لي نجيب روحي قال لي انا قال لي جدي وبي لا نبيع لك شوك شوك راه بدل العالم تاع الجزائر لا نبيع شوك العالم تاع الجزائر قال لك جيت قال لك زيعت حياتي راحت قال لك قال لي يضرب في المسحه اقسم لكم بالله العلي العظيم وهذا رمضان لقيتها يضرب في المسحه مسكين موراها تلقاني واحد قال لي ودي صاحبك قال لي راه طايح فلاش والله قال لي لونطونسيو بيكيتا مسكين حار وبعد عنده تصفم شويه عود عبد الله خويا بكاني والله لا بكيت عليه والله لا بكيت عليه راه يشوف فيا ويتبعني ويشوف والله لا بكيت عليه وثائق بريا انا قريتها وريتها لكم بريا واصيل الشباب والرياضه تاع قاطر تجنيس قال له تجنس من 40 مليار من تديها جزائريه مقيومه جزائريه 40 مليار تدخل ديرك يا خال هما فماك بدراهمهم تاع حنا هنا 40 مليار قال من هودنا بدا العالم تاع بلادي هنا قالوا له روح شكي روح شكي روح. وهذه هنا بنت بن عبد القادر بنت تلعب ليبول طاحت مع اسرائيليه دومي فينال قاست لهم قاستهم ليبول وجات لقيناها هنا درنا لها كورتيز جات الباهيه اذاعه تاع الباهيه مشكوره عمر بونور مسكين صاحبنا حبيبنا والتادس يخدم فماك جاب لنا الكاميرا وجاب لنا ولقانا في المطار وجينا كورتيز هنا في تادس بصح ما كان والو مسكينه هاي حبست هاي تخدم في لامارس في فرمسيان هاي تخدم فرمسيان مسكينه حبست ايه جارتنا هنا يا عيال جارتنا جارتنا ناصيرة جارتنا والله لا جارتنا بن عبد القادر ناصيرة والله لا جارتي هاي تخدم فرمسية مسكينة تكتب على روحها شا تهدر شا تهدر يحاوزوك يقلبو مطرق ويحاوزوك شتا ولا اي احنا نحوسو الاعلام كاع ما يطلع شي بالمطرق ايوي نعاودو نولو وداعة في وين حافظ غادي داعة في سياق ذاته وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية بالتحرك على الأقل لرد الاعتبار لبطلة وإن لا ذنب لها إذ كان لديها مشكل هرمونات تعاني منها كثير من الأمريكيات والصينيات والروسيات في الملاكمة ورفع الأثقال والجيدو وكل الرياضات القتالية. وختم الإعلامي حافظ دراج منشوره بقوله أنت بطلة العالم إيمان. وقرر الاتحاد الدولي للملاكمة أمسية يوم السبت إقصاء الملاكمة الجزائرية إيمان خليفي عن من خوض نهائي بطولة العالم المقامة وقائعها بالهند. وأكدت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنها ستتكفل بمرافقة طبية للملاكمة الملاكمة خليفي أي هذه تاع الاتحادية وتتكفل بالملف تاعها. الناس لعبت وفي الدور تاعها لعبت والدولي ميدا ويكملوا بيديروا لنا قضيه تاع قسامه برك ما تشكلوا ما تكذبوش علينا برحمه الوالدين هذه تاع شوفا انا تكفلوا شوفوا منه هاي 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 سبتوا برك برك برك. واكدت اللجنه الاولمبيه ودي سبتوا وكشفت الملاكمه الجزائريه ايمان خليفي في اول ردت فعلها تعرضها لرفقه يعني رفقة الجزائر لمؤامرة حرمانها من خوض نزال نهائي للبطولة العالم. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومن خلال تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قد هنأ بطل خليفي عن بلوغها نهائي بطولة العالم للملاكمة. إيه أنا غادي نقول لكم دروك هذه لعبوها لا مسكينة وصعيبة لعبوها لا وصعيبة معليش.
يا هكا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير و بارطاجونا لي فيديو تاعنا و لي مشي ابوني معنا و دايما معكم بجديد و ربي يحفظكم خاوتي صعبتو.